مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وبيتجدد لقائنا معاكم في حلقة جديدة من ناس من بلدنا. النهاردة احنا بقينا خلاص معاكم إن شاء الله، وهنستمر الساعة 9 بدل الساعة 7 علشان خاطر نقدم رسالتنا الإعلامية من مصر المحروسة للعالم أجمع. بأكد وبقولها دايما إن برنامجنا مش مجرد برنامج، برنامجنا رسالة سلام، برنامجنا دعوة للسعادة. الفترة اللي فاتت كورونا قلب العالم كله، لكن احنا في مصر انا بقول شكرا للمحنة، شكرا للمحنة اللي بينت لينا معدن المصريين، شكرا للمحنة اللي حسستني ان بلدي كبيرة قوي قوي، شكرا للمحنة اللي خلتنا شفنا الدول الأوروبية والدول الكبرى في العالم هوا. بيفكروني بقصيدة أحمد فؤاد نجم، مفيش، لما كان بيقول كأنك مفيش مفيش جبروت وإمكانيات وهيلمان، واكتشفنا إنها مفيش. بيستغيثوا بيقولوا الحقونا يا مين، الحقونا يا مصريين، الحقونا يا مصريين. ما كانش يخطر على بالي في يوم من الايام ان الاقي وزير خارجيه ايطاليا ينحني امام السيده المصريه وزيره الصحه، ما كانش يخطر على بالي ان احنا نقدم مساعدات للصين، ما كانش يخطر على بالي ان احنا نقدم مساعدات لايطاليا. بجد لما كان حد بيتعب ويقولك يطلع يسافر يتعالج بره في اوروبا، امكانيات واجهزه واطباء كله هوا، كله مفيش. انا فخور ان انا مصري، والله العظيم بقولها بعلو الصوت، فخور ان انا مصري، لان محنه كورونا بينت لي معدن البلد دي، بينت لي ان الدوله لأول مرة من مدة طويلة جدا بجد يبقى عندك قناعة تامة إن الدولة بتعمل لمصلحتك واقفة معاك. شكرا كورونا، شكرا كورونا اللي بينت لشبابنا الجميل طلبة الجامعة وطلبة الثانوية العامة إن القعدة في البيت مهمة، بلاش قعدة كافيهات. شكرا كورونا اللي خلتنا بدأنا نتكلم مع زوجاتنا وأولادنا، بدأنا نتكلم، بدأنا نشوف بعض. من الحاجات الجميلة اللي بنقراها على الفيسبوك، بنت بتقول لمامتها يا ماما هو بابا هيفضل ساكن معانا في البيت كتير ولا حاجة؟ خف الدم المصريين وجمالنا. بجد شكرا كورونا ان احنا اكتشفنا ان الموضوع سهل، ان انا ابعد عن الكافيه، ان انا بطل شيشة، ان انا ابقى كويس، ان انا ابقى متواجد في وسط بيتي واسرتي، لان الاسره هي نواه المجتمع. فبجد شكرا كورونا، شكرا كورونا اللي بينت للعالم اجمع وفي مصر هنا تحديدا المغيبين. اه والله المغيبين والدراويش اللي كانوا بيهرتلوا زمان ويطلعوا على الجيش المصري ويقول لك فيه فساد وفيه وفيه. ادي الجيش، قلتها الحلقة اللي فاتت وهقولها دلوقتي، لما بكون في ازمات ونقص في المواد الغذائية الحقنا يا جيش، لما بكون في ارهاب والشرطة بتقوم بالدور بتاعها لكن الموضوع كبير بنقول الحقنا يا جيش، لما بكون في فيروس سي وفي مشاكل في صحة المصريين الحقنا يا جيش، لما بيكون في فيروسات زي كورونا اللي رعب العالم كله وهد أنظمة كبيرة وفي دول بجد رفعت إيديها للسماء، خلاص احنا في مصر مش قلقانين ليه؟ عندنا الجيش المصري. لما بيكون في أي مشكلة الحقنا يا جيش، هقولها تاني، الجيش قبل العيش. بجد شكرا جيشنا المصري، شكرا للدولة المصرية، بقولها وأنا فخور، أمدح بلدي ويشتموني مفيش مشكلة عندي، هيشتمني قلة معروف
قله تافهه، قله مغيبه، لانها ما تعرفش قيمه البلد ولا اللي بيحصل في البلد ولا اللي بيتعمل في البلد. لما شفنا الفيديو بتاع امكانيات قواتنا المسلحه والمطهرات والمعقمات والكمامات والمواد الغذائيه اللي فيه دلوقتي دلوقتي مليون وجبه جاهزه جاهزه، في عندنا رصيدنا بيكفينا لاكثر من 3 شهور قدام. قلقانين من ايه؟ قلقانين من ايه؟ اوعوا تقلقوا، لان رب العباد امنها وقال ادخلوها امنين. ايوه انا ابن مصر، ابن مصر اللي دعا ليها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وقال فيها خير اجناد الارض. ايوه انا ابن مصر، ابن مصر اللي عاشت فيها العذراء مريم وسيدنا المسيح وعاشوا فيها في امان. ايوه انا ابن مصر، ابن مصر اللي تجلى فيها رب العباد لنبي الله موسى على ارضها في مصر. ايوه انا ابن مصر، انا ابن مصر وبقولها فخور ان انا مصري. كلامي ده اعتبروه رساله للي بينفخوا في النار دلوقتي ما بين مصر والكويت. الكلام واضح، الفيديوهات الكتيرة المنتشرة على السوشيال ميديا واليوتيوب والفيسبوك ويقول لك يا كويت اوعوا تنسوا والكويت يا مصريين اوعوا تنسوا، مصر والكويت اخوات ولا تنسوا الفضل بينكم. الكويت ليها افضال على مصر ما نقدرش ننكرها، بقولها على الهوى، احنا كمان لينا افضال كبيرة جدا جدا على كل الدول العربية دول المنطقة مش الكويت بس. فالنهاردة اللي بينفخوا في النار دولي برضه مفيش، لان احنا كبار واللعبة مكشوفة، محدش هيقدر يعكر صفو العلاقة الجميلة والطيبة اللي ما بين مصر والكويت. في مشكلة؟ في مشكلة هتتحل بس. فالمشكلة دي بينت لنا برضو معدن الناس عندنا في مصر. انا عاوز اقول لكم في الوقت اللي اختفى فيه، برضو هقولها تاني، المشاهير ونجوم اليوتيوب ونجوم السوشيال ميديا ونجوم الفن وبعض نجوم الرياضة ومطرب المهرجانات، كل دول اختفوا خايفين على ملايينهم، خايفين على فلوسهم، اختفوا. بان بقى معدن الرجالة، برضو في رجال اعمال للأسف يعني قالوا كلام المفروض انه ما يتقالش، ظهر بريق نور. الحاج محمود العربي طبعا ده 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 يعني قطب اقتصادي، كيان كبير جدا جدا جدا. مين فينا ما فيش في بيته منتجات توشيبا ولا تورنيدو، اي منتجات العربي؟ مين فينا؟ قصة نجاح قدام منكم. الحاج محمود العربي ده انا عاوز اقول لكم في الوقت اللي طالب فيه رجال اعمال بتسريح عمالة وتخفيض مرتباتهم وفصلهم وتهديدهم، الراجل ده عاوز اقول لكم عامل خير ملوش حدود. الراجل ده رفع مرتبات الناس عنده 10%، تخيلوا، عمل العكس تماما، رفع مرتبات الناس عنده 10% واداهم كمان شهر ونص واداهم اجازة وقفل بعض المصانع عنده. مين يعمل كده الا اذا كان مصري اصيل بجد حاسس بالام واوجاع الناس؟ فبجد كل الاحترام والتقدير للكيان الاقتصادي الكبير توشيبا العربي، بجد شكرا الحاج محمود العربي واولاده، مصريين ولاد بلد، ولاد بلد بمعنى الكلمة. في الوقت اللي النجوم عارفينهم طبعا، نجوم الفضائيات أصحاب أندية وأصحاب مشاريع وأصحاب قنوات، قالوا كلام ما يتقالش وكلام، ظهر ابن البلد بجد. ولا هم دول ناس بلدنا اللي احنا بنتكلم عليهم. كمان عايز اقول لكم في الشرقية عملوا مبادرة حلوة قوي هناك، مديرية الشؤون الصحية اطلقوا الجيش الابيض زي ما احنا بنسميه، الناس اللي واقفة في الصف الاول وبتدافع ضد فيروس كورونا، بدأوا ينتشروا في الاكمنة وزي ما انتم شايفين كده قدامنا في الصورة،
بدأوا ينتشروا في الأكمنة ومداخل المراكز علشان تأمين المواطنين كده. مبادرة من محافظ الشرقية المحترم دكتور ممدوح غراب ووكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، ناس زي الفل، مبادرة أتمنى إنها تتعمم في كل محافظات مصر، ناس موجودة في كل الأكمنة والمداخل أهو، علشان يخليك وانت مروح بيتك حتى تكون روح انت مطمن، حاسس انك انت امان، مفيش فيروس. يا ريت يا جماعه تنزلوا لنا كده بالاخبار. الاخبار الاسبوع اللي فات. طيب قبل الاخبار في معانا الصحفي احمد نافع من الشرقيه. استاذ احمد مساء الخير. استاذ محمد مساء الخير يا ريس. مساء الفل يا باشا، ازي حضرتك؟ منورنا في ناس من بلدنا. ربنا يخليك، انت منور الشاشه وبرنامجك منور الدنيا، ودايما يا رب التقدم كده وازدهار. اشكرك يا استاذ احمد. انت الحمد لله سمعت كده عن مبادره يعني انت عاملها، وفي رجاء كده يعني امنيه بتتمنى انها تتحقق لوزاره التضامن الاجتماعي، وبتقول بتتمنى كمان ان الموضوع ده يتنفذ، مبادره لحل مشكله البطاله وكمان اصحاب المعاشات، الناس الكبار اللي هم بيعانوا من ان هم يروحوا عشان يصرفوا معاشاتهم. كلمنا عن المبادره دي يا استاذ. الحقيقه استاذ محمد انا كنت عامل فكره، يا ريت نعرف نوصلها للسيد الرئيس وللساده المسؤولين والساده الوزيره. بتتكلم عن بتضرب، هي فكره بتضرب كذا عصفور بحجر واحد. اتفضل. حتى انا كنت كاتب الكلام ده في الموضوع يعني اللي بعته لحضرتك. اتفضل. هنريح اهالينا اصحاب المعاشات انهم يقعدوا في البيوت، وفي نفس الوقت احنا ممكن نعمل كادر جديد بدون ما نكلف الدوله جنيه واحد، ونعين بالفلوس دي ونعين ناس جديده، شباب جديد مش موجود في الموظفين في الحكومه، ونعينهم متخصصين لتوصيل المعاشات للبيوت لاهالينا الكبار. طب الناس الشباب اللي هتعينوا دول هياخدوا مرتباتهم منين؟ هياخدوا مرتباتهم منين؟ ايوه. دلوقتي اهالينا لما بيحب يروح ياخد معاشه كده كده بيصرف مبالغ طائله، ده غير الزحام، اننا هنوفر عليه الزحمه والطوابير والكلام ده كله. تمام. وبيصرف تاكسي او مواصلات رايح جاي. او توك توك او مش عارف يعني هناخد منه بيصرف. جزء اللي هو هنعتبره 5 جنيه. على سبيل المثال من المعاش نفسه، يبقى انا ما جيتش ناحيه خزينه الدوله في حاجه. جميل. ال 5 جنيه هتجمع، احنا عندنا اكتر من 15 مليون معاش في مصر. طيب هنفترض ان ال 15 مليون دول يا استاذ احمد 5 مليون منهم يقول لك لا انا بحب اتمشى كده واروح اوصل لحد البريد اصرف معاشي، او اوصل لحد البنك اصرف معاشي، هيبقى عندنا في حدود 10%. مفيش مشكلة، يعني هي لو اتنفذت الفكرة أظن إن مفيش حد هيبقى غاوي تعب، يعني فاهم؟ يعني الناس بتروح تقف في طوابير عشان تحصل على المعاش بتاعنا، بتعاني علشان تحصل على المعاش بتاعها اللي هو حقها. يبقى أنا أولاً ريحتهم في بيوتهم. جميل. ثانياً فضيت الزحام من الشوارع ومن الطوابير قدام مكاتب الصرف وقدام ماكينات الصرف والكلام ده كله. وخصوصاً في الظروف اللي احنا فيها ديت يا أستاذ أحمد. ظروف انتشار كورونا وعايزين نحافظ على الناس الكبار في السن دي. بالظبط. ما هو اللي خلاني اجدد الفكره تاني واحاول ان انا اوصلها للريس تاني انها فعلا هتساعد وهتساهم في حاجه زي كده، اللي هو احنا بنقلل من الاصابات وبنحاول اننا نحمي الشعب زي ما الريس بيعمل كده، وانت شفت امبارح والدنيا كلها شافت انه الراجل نزل للعمال وسال ازاي مش لابسين كمامات وبيخاف علينا. بالتاكيد طبعا. عندنا افكار برضو نفسنا نوصلها للريس. طب يا استاذ احمد ان شاء الله في حلول كتير. هي فكره حضرتك يعني وصلتني تمام، واحنا على الهواء مباشره اهو بنناشد الدكتوره المحترمه نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي. دي فكره اكتر من رائعه، شاب شرقاوي محترم جدا اقترح الفكره دي، وبقول عايزين نريح كبار السن، الناس اللي بتاخد معاشات دي كلها فوق ال 60 60 70 80، ربنا يطول في اعمارهم يا رب. الراجل بيقول كل واحد يبقى قاعد في بيته معزز مكرم، وكل اللي هتخصم من معاشه من 5 ل 10 جنيه، وفي شباب هنعينهم موظفين هياخدوا اكتر من الحد الادنى للاجور، هياخدوا مرتبات اكتر من 1500، هيروح ياخد المعاش من التضامن وهيوصله لحد صاحب المعاش لحد بيته،
مبادرة أتمنى يتم النظر ليها بعين الاعتبار وتدرس كويس جدا، وإيه المانع أنها تطبق النهاردة. إحنا بنحترم كبارنا وعاوزين وخايفين عليهم، وخصوصا دلوقتي الزحام اللي قدام مكانات الصرف الاي تي ام والبريد والبنوك، عايزين نريح الناس دي. الموضوع سهل، 5 جنيه يا جماعه ده توك توك بتاع اول الشارع، ولا 10 جنيه دلوقتي توك توك لحد مش عارف مكتب البريد. ما اظنش ان حد هيرفض الكلام ده يا استاذ محمد، لان انا عملت تقرير قبل كده وصورت فعلا مع اهالينا الناس الكبيره في السن، صورت معاهم وما لقيتش حد رافض، قالوا لي يا ريت تتنفذ الفكره. احنا معاك يا استاذ احمد اهوت، وبنناشد دلوقتي معالي الوزيره المحترمه وهو الناس هناك عندهم بيشوفونا. انا بشكرك جدا على المبادره دي، وان شاء الله احنا معاك لحد ما تتحقق باذن الله، علشان نريح كبارنا ونقعدهم في بيوتهم معززين مكرمين، لان ده حقهم بعد رحله عطاء لحد سن الستين. الناس دي لازم تقعد في البيت ونوصلها المعاش لحد عندها. نشكرك جدا الصحفي المحترم احمد نافع. كمان كنا بنتكلم على تأثير فيروس كورونا والهوجة اللي فاتت دي على صناعة الدواجن، و انتوا عارفين في بعض المحافظات مشهورة جدا جدا عندها مزارع كبيرة جدا جدا بالدواجن، فبتتنقل كميات كبيرة من محافظات لمحافظات تانية. هل ده يا ترى يعني بأثر على سعر الدواجن في السوق، ولا الصناعة بصفة عامة ايه اللي تم فيها؟ معانا حد يا جماعة؟ طيب، لحد ما يجيبوا لنا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن. الرئيس كان من يومين في العاصمة الإدارية الجديدة. يا ريت يا جماعة لو معاكم الفيديو بتاع سيادة الرئيس وهو في العاصمة الإدارية نزلوا لنا نشوفه وهنعلق عليه. اهو كان يخطر على بالكم في يوم من الايام ان رئيس مصر رئيس الدولة ينزل علشان يتابع عمال بنفسه؟ اتغيرنا والله. انا متخيل دلوقتي، وكنا يعني كنا قرينا على الفيسبوك، متخيل دلوقتي لما كانوا بعتوا للمهندس علشان يقولوا له سيادة الرئيس بره عاوزك، الناس ما عادش كمامات ليه؟ يتخيلوا بقى كان يبقى رد فعله ايه. طيب معانا مين يا جماعة؟ الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. منورنا في ناس من بلدنا. اسلم لي يا فندم. كنت بتكلم من شوية على ظروف الحظر وظروف فيروس كورونا والحظر اللي احنا فيه بقاله 15 يوم وممتد لسه 15 يوم، على صعوبة نقل الدواجن من محافظات لمحافظات تانية. انت عارف عندنا محافظات مشهورة جدا بصناعة الدواجن، واحنا علشان الموضوع ده يتنقل من محافظه لمحافظه، هل يا ترى المشكله ده وموضوع الحظر اثر على اسعار الدواجن الفتره اللي فاتت دي؟ هو القضيه الاساسيه بعد صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء 768 ل 2020 حصل بعض المشاكل على الطرق، رغم ان القرار مصرح ان المواد الغذائيه يجب ان يتم نقلها وعدم تعطيلها عشان ما يحصلش اي مشاكل في السوق. الحمد لله بعد ما احنا تحدثنا مع السيد الوزير وتحدثنا مع السادة المسؤولين، الحمد لله بدأت العملية تنضبط وبدأت في تحركات. لكن المشكلة اللي بتواجهنا أيضا في بعض الأحيان أن السيارات حينما تذهب للتحميل بيصرحوا لها، لكن لما تفرغ وتيجي فاضية بيحصل بعض المشاكل، وده اللي احنا بنتكلم. لكن الحمد لله الوضع مستقر، الدنيا كويسة الحمد لله، فضل من الله عز وجل.
كل القصه ممتازه. انا بتكلم على ان الانتاج بتاعها جيد، مفيش مشاكل دلوقتي، هي فتره كلنا لازم نتحملها. طب احنا عايزين نطمن الناس يا دكتور كده، علشان انت عارف رمضان خلاص بعد يعني كذا وعشرين يوم، فعايزين نطمن الناس ان اسعار الدواجن هتبقى زي ما هي، مفيش ارتفاع، علشان خاطر انت عارف في رمضان احنا كمصريين الموائد وما ادراك ما موائدنا في رمضان يعني. بقول لحضرتك، هو احنا عارفين دائما وابدا من خلال الخبرات التراكميه الاعوام السابقه، قبل رمضان بيحصل بعض الارتفاعات بثلاث اربع ايام، ثم بعد اربع ايام اخرى بينخفض الوضع الى جراء ما كان عليه. لكن هو القضيه الاساسيه في ارتفاع اليومين دول، حصل في ارتفاعات، كان السعر 26 25 وصل 28، ربما عشان اخواننا المسيحيين يمكن فطرهم جاي فعشان كده حصل شويه انتعاش، ربما تصل الى نسبه 10%. لكن اللي عايز اطمن حضرتك عليه ان انتاجنا جيد، هو ده الاساس عندنا. طالما الانتاج جيد والوضع مستقر، هو ده اهم شيء عندي، مش هيحصل عندي شحيه، مش هيحصل عندي مشاكل، وده اللي احنا بنتكلم عليه. علشان كده انا بقول لحضرتك ان شاء الله الدنيا كويسه، انتاجنا جيد، مفيش مشاكل، وربنا ييسر امور سبحانه وتعالى وما يحصلش اي مشاكل، ويعدي علينا الجو ان شاء الله هذا العام بخير واستقرار، ونعدي الازمه اللي احنا فيها. عايزين نتكاتف كلنا في ظل الازمه اللي احنا فيها، وكل واحد صاحب عمل يساعد الناس اللي عنده، مفيش حد يهرب من المسؤوليه في الوقت اللي احنا كلنا لابد ان نتكاتف كل الايادي كي تعدي هذه المرحله علينا بخير ان شاء الله. احنا بجد بنجل ونقدر جهود غرفه الدواجن والناس شعبه الدواجن في غرف التجاره في كل المحافظات، بجد مجهود بجد يعني تشكروا عليه دكتور عبد العزيز، علشان ضبط الاسواق وضبط الاسعار، علشان المواطن بجد اللي بيتفرج علينا دلوقتي ما يعنيش اكتر ما هو بيعاني. شكرا دكتور عبد العزيز السيد. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. الف شكر يا فندم، شكرا لحضرتك. هنخرج فاصل مع الاغنيه اللي انا بحبها بجد، وجمال مصر وعظمه مصر بجد بجد. هنخرج فاصل سريع، استمتعوا معايا كده. بعد الفاصل موضوع مهم جدا 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 يهم كل بيت في مصر، مع المستشار القانوني والباحث القانوني الكبير الأستاذ والمستشار ياسر حشيش. خليكم معنا، ما تروحوش في أي حد. رجعنا من الفاصل ومكملين معاكم ناس من بلدنا. قبل الفاصل قلت لكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، مواقف بتكون اغرب من الخيال اتعرض ليها ناس كتير جدا. هنعرف كل ده في لقائي مع الاول. اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيفكم الباحث القانوني المستشار ياسر حشيش. اهلا ازيك يا محمد، ازي حضرتك؟ نورنا في ناس من بلدنا. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك حضرتك. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. انا بسمع المقدمه الجميله اللي حضرتك، وضم صوت لصوت حضرتك برضو في الصناعه الحاج محمود العربي، واللي عمله بصراحه مثل يحتذى به. نسال الله ان يكون كل رجال الاعمال زيه ان شاء الله. والله احنا حبينا نسلط الضوء عشان نقول ان في ولاد بلد ناس حاسه باوجاع الناس. فبجد هم دول الناس اللي احنا بنحب نسلط الضوء عليهم، في ناس من بلدنا. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده حصل موقف كتير جدا، وناس كتير جدا بعتت لي على الواتس وقالوا تشابه الاسماء والمشاكل بتاعته. في مواقف غريبه جدا جدا بتحصل. بصفتك باحث قانوني، الموضوع ده يعني امتى؟ لان ده كابوس. مظبوط. في شخصيات مشهوره، انا اعلم تماما شخصيات كبيره، بس طلبوا مني ما اذكرش اسمائهم على الهواء. يعني قالوا كان معدي على كمين، خدوا بطاقته انضربت، قالوا له لو سمحت انزل تعالى اتفضل معايا، ده انا فلان. قالوا له انت عليك سجل على الكمبيوتر عندنا قضيه تبديد عفش، نفقه، طلاق، مش عارف ايه، عليك مشاكل زي كده. تعالى حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول، الكلام دايما في المسائل القانونيه بيبقى كلام تقيل شويه، لكن احنا عايزين نتكلم. الكلام اللي هقوله كل اساتذتنا في القانون والساده المحامين والساده المستشارين عارفينه، لكن احنا كلامنا موجه للشارع، موجه للناس اللي في الشارع. يعني ايه؟ النهارده انا بعدي على كمين، مع بطاقتك اتفضل، بدي له البطاقه، بيكشف عليا، بيقول لي انزل انت عليك حكم. بتفاجئ ان الراجل نفسه يقول للضابط لا انا ما دخلتش اسم الشرطه اصلا. انا عمري ما عملت دخلت اسم الشرطه. ولكن هو مشكلته، هو مشكله تشابه الاسماء.
في جميع الدول زي دول الخليج والامارات والسعوديه وكده، موضوع البصمه ده موضوع اساسي، يعني التعرف على الانسان بالبصمه مش بمجرد بالاسم. ما انا وارد ان انا ادخل في محضر تحقيق في اسم شرطه واديهم اسم غلط لو ما معيش اثبات شخصيه. اسمك ايه؟ اسمي احمد ابراهيم ابراهيم. يدور على احمد ابراهيم ابراهيم، بعدها يجيبوا اي حد اسمه احمد ابراهيم ابراهيم الاف كل احمد ابراهيم ابراهيم بقى يشيلوا القضيه بتاعتي. فاذا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في السيستم بتاع وزاره الداخليه اللي هو كارت المعلومات. كارت المعلومات اي حد بيعمل جنحه او اي حاجه بيسجلوه في وزاره الداخليه على حاجه اسمها كارت المعلومات. تمام. كارت المعلومات ده بيتسجل بالاسم فقط، اسم ثلاثي او رباعي حسب الوارد لهم من في القضيه يعني. لكن ازاي نطلع من المشكله دي؟ يجب ايجاد حل قانوني، ونحن الان لدينا فقهاء قانونيين كتير. جميل. حل قانوني وحل تاني في السيستم نفسه. طب احنا عايزين كده يا سياده المستشار نستغل وجود شخصيه محترمه جدا زي اللواء محمود اللي هو وزير الداخليه، يعني شخصيه بجد محترمه جدا جدا جدا، وعامل كمان تطوير في ادوات وامكانيات وزاره الداخليه طفره كبيره جدا جدا. احنا كناس كمواطنين عاديين نعم حاسين بده ولامسينه في الشارع. إيه إيه يعني حضرتك طيب هو هي هي بجد. هي مش بس المشكله، مشكله وزاره الداخليه في بيانات وسيستم. المشكله في طريقه الادراج. موظف الحاسب الالي اللي قاعد على الكمبيوتر المفروض يدخل الاسم ورقم القومي. النهارده لو الضابط اللي في الكمين بيكشف بالرقم القومي مش ممكن هيبقى فيه تشابه، لكن النهارده هو بيكشف بالاسم بس، لان المعلومه المسجله على الحاسب عنده هي بالاسم بس، بالاسم بس، بالاسم فقط. طب انت حضرتك دلوقتي وقفت في الكمين وطلع في عليك جنحه او ما شابه ذلك مسجله، هي مش بتاعتك، لكن انت مضطر تقعد 3 ايام في الحجز او يومين عبال ما تثبت انها مش بتاعتك، عبال ما تثبت انها مش بتاعتك. يعني احنا النهارده انا افهم من كلام حضرتك يعني دلوقتي ان احنا لو نشدنا المسؤولين في وزاره الداخليه وهم الناس يعني لا يألون جهدا بجد لحلول مشاكل الشارع والمجتمع المصري، ان لو البحث تم بالرقم القومي هتبقى مفيش مشكله. مفيش مشكله تماما، مفيش مشكله تماما. وبعدين في حكم هام قوي لمحكمه النقض بتحافظ بيه على الحريات. حكم محكمه النقض ده بيقول ايه؟ لما كانت الاحكام القضائيه صادره لصالح الناس بشكل عام، هو الاول ان اي حكم لما بيتسجل محكمة النقض أو القانون بيلزم الداخلية إنها تراجع مستجدات القضية. يعني أنا مثلا قسيم من الناس عنده قضية أخذ حكم في أول درجة اتسجلت عليه في الكمبيوتر، قعدت فترة من الزمن 2 أو 3 عارض فيها وخد براءة. بتفضل معلقة على الحاسب الآلي موجودة، حتى لو سددتها بتفضل موجودة، أو ما سددتهاش على الحاسب بتفضل موجودة. بتضطر تروح تعمل معارضة تاني او بانقضاء مدير او تدفع بانقضاء الدعوه بمضي المده عشان تشيلها، ما بتشيلهاش من على الحاسب الالي برضه. ترفع دعوه في مجلس الدوله بتلزم بها وزاره الداخليه بمحو وشطب القضيه من على الحاسب الالي. مع ان ده موجوده ده حكم محكمه نقض. بيقول لك لما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائيه الصادره لصالحهم او القواعد القانونيه الحاكمه التي تمنح لهم حقا يفرض قيودا على الجهه الامنيه. طيب ده حكم محكمه النقض. احنا واضح ان في تفاعل معانا على الحلقه. فضل. معانا رجل الاعمال والاقتصادي الحاج محمد السباعي. مساء الخير. الو. مساء الخير يا محمد بيه. الو. ايوه محمد بيه اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك معانا على الهواء يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اولا سعيد انا معاك في المداخله ديت و واضح يا جماعه ان الاتصال اتقطع. هاتوا لنا الحاج محمد سباع تاني يا جماعه لو سمحتوا. اتفضل اتفضل. فمحكمه النقض بتفرض على الجهات الامنيه الا تقوم الا بادراج الخاطرين على الدواء على الامن. فانت النهارده اللي عنده مخالفه كهرباء ب 200 جنيه بتدرجه. تمام. ب 300 جنيه بتدرجه. وبعدين ايه بقى؟ يعني او لحتى سب وقذف في الشارع. سب وقذف في الشارع. واحد شتم واحد. تمام. ده مش خطر على الامن. انا بدرجه ليه؟ تمام. النهارده في ادراك كمان في وزاره الداخليه للاشتباه. يعني في كارت معلومات اي حد بيروح في مشكله في الاسم حتى لو انتهوا يعني بيروح بيسجلوه في الامن في مديريه الامن. تمام. بيسجلوه على كارت المعلومات ويبقى له اشتباه. طيب الحاج محمد سباع رجع ثاني. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. احنا طبعا زي ما حضرتك متابع معانا دلوقتي في ناس من بلدنا بنتكلم على مضلعه
مشكلة كبيرة جدا 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 بتسبب حرج لبعض الناس فيها تشابه الأسماء، وبكون الواحد مع ولاده أو مع أصدقائه كده وماشي فجأة في الكمين اداهم البطاقة قالوا له بس انزل تعال لنا، انزل اتفضل عاوزينك عندنا، قد ايه بيبقى الموضوع محرج وكده؟ تعليق حضرتك. أولا سعيد، أنا سعيد بالكلام اللي بسمعه طبعا، وسعيد بالمداخلة ديت، وأتمنى إنها توصل للسادة المسؤولين المحترمين. إحنا لسعداء بوجودك معانا والله يا أستاذ محمد. على سبيل طبعا السيد المحترم معالي رئيس الوزراء. اتفضل. وطبعا السيد المحترم معالي وزير الداخلية. اتفضل. أنا نفسي تعرضت لمشكلة شخصية. أيوه. حوالي أسبوع اتقبض عليا بتهمة التزوير. تهمة إيه يا فندم؟ التزوير. تزوير. في محافظة عمري أنا ما أعرفش أروحها إزاي أصلا. محافظة أنا عمري ما رحتها. أيوه. وتم اكتشاف بعد 48 ساعة من حبسي. اكتشفوا حاجتين، أول حاجة إن أنا الشخص المطلوب. أيوه. كان اسمه متشابه، الاسم رباعي نفس الاسم. رباعي. والحاجة التانية إن الشخص المطلوب كمان خد براءة في الحكم. يعني استأنف الحكم وخد براءة. أيوه. بس طبعا ما تمش تحديث الحكم ده على الجهاز. فطبعا المشكله طبعا كانت في القضيه دي في محافظه ثانيه بعيده جدا، تبعد حوالي 300 كيلو. كان المفروض اترحل لحد هناك واتعرض على النيابه، وانا مش الشخص اصلا. ففي الحقيقه يعني انا كنت في ماساه كبيره جدا جدا جدا. سببها ان مفيش رقاب قومي مع الاسم، فمحتاج ان انا اثبت ان انا الشخص المطلوب. الحاجة الثانية ان الحكم خلاص انتهى، كمان انتهى صاحب الشخص الاصلي خد براءة. بس ما ظهرش على الجهاز. انت تعطلت مصالحك طبعا يومين، وكان في يعني احراج كبير جدا ليك في الوسط وفي العيلة وقدام ولادك وقدام احبابك، انك انت في قضية تزوير كمان. بالظبط. طيب شايف حضرتك الحل ايه كده يا محمد بيه؟ ده كلام جميل بتاع سياده المستشار الاستاذ ياسر. أيوة. بيتكلم كلام جميل جدا جدا. اتمنى ان هو طبعا الاستاذ المسؤولين يعني الكلام ده لو طب اكيد كل ده هيختفي. لو الكشف عن طريق الرقم القومي الموضوع انتهى، لو عن طريق البصمه هينتهي. تمام. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبجد بناشد كل المسؤولين. يعني الاستاذ ياسر قال كلام جميل جدا جدا جدا. يعني اتفضل. لو كان حصل ما كنتش تعرضت لدقيقه واحده. عايز تقول حاجه؟ انا عايز بس اساله الوقت اللي استغرقه حتى اثبات ان هو مش الشخص المطلوب. والمجهود والفلوس. يومين. يومين؟ قعد يومين. يومين صح؟ ده هو قالوا لي المفروض تاخد 5 ايام. كان بس اعتقد ان سياده النائب العام كان اصدر قرار ان الموضوع يتعمل عن طريق الفاكسات، فطبعا حولت للنيابه، والنيابه بعتت فاكس للمحافظه الثانيه وردت عليها بعد 10 ساعات اكتشفوا ان مش انا، فتم الافراج عني. يعني كمان ده يعني عشان انت شخصيه معروفه وكده بقى في فاكسات وبقى في سرعه، فما بالك لو ده حصل مثلا مع مواطن بسيط او حد مثلا ما قدرش يتصرف وما قدرش يحضر محامي او يتحرك بسرعه، كان الموضوع ممكن يطول اكيد. فعلا اتمنى الساده المسؤولين المحترمين لو سمعوا، يعني فعلا يعني الموضوع ده موضوع بيصيب الانسان بحاله نفسيه مش طبيعيه. انا فعلا متخيل، انا متخيل الوضع والله محمد بيه، انا متخيل الوضع فعلا. بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا الاقتصادي ورجل التعليم المحترم الحاج محمد السباعي، وان شاء الله تشرفنا في البرنامج قريب يا ريس. شكرا لحضرتك. ادي موقف مع لا، وبعدين هو استفاد من التعليمات الجديده للنيابه العامه. النيابه العامه بتحاول جاهده بصراحه يعني في تعليماتها انها تحد من المشكله دي. اصدرت تعليمات ان الاول كانت لو اتمسك واحد مثلا من محافظه الغربيه، اتمسك في الصعيد، يرحل من الصعيد للغربيه عشان يعمل معارضه. هو حكم غيابي ممكن ما يعرفش عنه حاجه وما يكون مش بتاعه،
لكن يرحل من محافظه من اسيوط مثلا لمحافظه الغربيه، ده كعب داير لاقسام مصر كلها لحد ما يوصل الغربيه. بس اعتقد الموضوع ده ما عادش موجود دلوقتي، ده من قريب من حوالي شهر تعليمات جديده بانه يعمل المعارضه في المكان اللي هو موجود فيه، المكان موجود فدي مهمه جدا. برضو كمان في تعليمات جديده للنيابه العامه بتقول ان الـ ان الـ 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 في الاحكام يجب ارفاق صوره البطاقه رقم القومي، تعليمات جديده خالص يعني قريبه جدا. كل دي محاولات في ايجاد الحل، لكن هو الحل الاساسي ان وزاره الداخليه عندما تسجل بالرقم القومي او بالبصمه الموضوع انتهى. في اي حته هتطلع بيانات الاسم بالرقم القومي هتطلع بيانات اي شخص، ما انتش محتاج بقى تبعته الصعيد ولا تبعته هنا ولا تبعته هنا. طب فكره ان انا النهارده ان يبقى في تعديل في السيستم من الاساس خالص عشان ابتدي اسجل خانه للبصمه، اذا كانت بصمه صوت، بصمه وش، بصمه عين، بصمه ايد، اعتقد الموضوع ده محتاج. محمد بيه النهارده في الخليج الجهاز البصمه اللي حضرتك بتتكلم عليه ده موجود في الشارع زي المكن الصرافي الالي، اي حد بيجي يعمل معامله بيروح يدخل بياناته على السيستم قدامه بنفسه ويحط البصمه بنفسه وبعدين تظهر في الوزاره الداخليه. فده يعني سهله تتعمل، هي المشكله في التكلفه، اعتقد هيبقى تكلفه كبيره جدا عشان تعداد مصر كبير ومحافظات متراميه الاطراف، لكن الموضوع سهل مش صعب خالص. طب اطرف القضايا اللي تعرضت على حضرتك في الموضوع تشابه الاسماء ده كتير جدا انا يعني طبعا اسرار موكلين ما اقدرش اقولها، لكن انا عندي يعني بدون ذكر اسماء يعني اطرف المواقف، انا عندي موكلين مدراء رئيس مجلس اداره شركات كبيره ضخمه جدا في مصر وبرضه متعرض موقف سخيف بسبب تشابه الاسماء، راجع بالليل ومعاه وقفوا ضابط ما يعرفوش، يا عم ده انا فلان، ده انا كذا، منصبي كذا، مش ممكن اكون انا. قال له الاسم موجود، فين وفين عبال ما سابوه، يعني فين وفين عبال ما سابوه وخدوا عليه تعهد ان قبل اعلنوه بالدعوه، طبعا هو حكم غيابي فلازم يعلن بيه. قال لهم انا ما اعرفش حاجه عنه، اعلنوه بالموضوع على انه استلم الاعلان. طبعا الضابط اللي موجود بينفذ التعليمات والكمين الموجود نفسه ملوش علاقه بينفذوا التعليمات ملوش علاقه. احنا بنتكلم على السيستم ككل، السيستم ككل لازم يبقى فيه تعديل، الرقم القومي لازم ينزل. هو عموما يعني برضو انا يعني سمعت اخبار جميله جدا من ضمن الحاجات ان هيبقى اقدر استخرج بطاقه من الشارع استخرج ده موجود، شهاده الميلاد والحاجات دي موجوده من الشارع خلاص. يعني هي الدوله دلوقتي بتتجه للميكنه، الى الميكنه في كل شيء. كمان عندنا وزاره العدل، احنا عندنا يا جماعه كم القضايا اللي بتعرض على القضاه في اليوم، الرول بتبقى فيه الرول ده اللي هو عدد القضايا الموجوده في اليوم. تمام. سواء الجنح وده بتلاقي بال 200 و300 قضيه في اليوم واحد، اني قاضي هيستوعب الحجم ده من القضايا؟ وبعدين القضايا مثلا تلاقي معظمها ايه، ده شيك، ده ضرب، ده سدد، ده خد، ده اتصالح. وبعدين برضو من ضمن القضايا المشهوره قوي اللي هي قضايا التيار الكهربائي، سير التيار الكهربائي اللي هي الممارسات. النهارده بيجي الموظف بتاع الكهرباء بيعدي عليك او الشرطي المسؤول عن الحي بيعدي على المكان انت موجود حضرتك، بيعمل لك ايه، اختار بالحضور. وارد جدا هو بقى خلاص كل شهر اوتوماتيك بقى عارف انه بيعدي على العماره دي بيعمل اختار لحد ما تبتدي انت تركب العداد بتاعك وتبدون. جيت في شهر انت ما انتش موجود وما استلمتش منه الاختار، اوتوماتيك بتنزل لك قضيه سرقه تيار كهربائي، بتنزل سرقه، قضيه سرقه. ما عشان نكون متفقين هي دي التعليمات، هي ما دي لا ما احنا السوابق. انا ما بكلمش عن الناس، انا بتكلم على الطريق، احنا عايزين نشوف حل. تمام. يعني ما يجيش النهارده واحد مثلا راجل يعني ومش موجود سافر بره مصر لسبب او لاخر وينزل له جنحه عليه سرقه تيار كهربائي وبعدين بتفضل سرقه. تمام. قضيه سرقه يعني من القضايا اللي هي بتمس الشرف، وتبص تلاقيه شخصيه عامه او شخصيه سياسيه اجتماعيه، شخصيه اعلاميه لها وضع اجتماعي له وضع اجتماعي فلا. والنهارده مثلا لو دخلت الحجز في الاقسام في تنفيذ الاحكام هتلاقي عشرات موجودين عشان 300 جنيه كهرباء. لا ده احنا برضو كنا لسه بنتكلم دلوقتي، ممكن تلاقي في واحد مثلا عدى حد زق حد شتمه بقت قضيه. لا انا بالتحديد انا بتكلم ليه على الكهرباء؟ لان النهارده هو الشهر بتاع يعني المفروض الشهر اللي كان اللي هو واخد بيه حكم ده ب 300 جنيه. لازم تروح للفرع الكهرباء اللي حضرتك قريب منه، وبعدين تاخد ورقه تروح للكهرباء الرئيسيه، وبعدين تاخد مصالحه، وبعدين تعمل معارضه، وبعدين تاخد حكم بالقضاء الدعوه. هتعمل مشاوير ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه، طب انا ليه ما بسهلش وادفع المخالفه بالاسم؟ انت قبضين النهارده على الراجل ده عشان 300 جنيه كهرباء، اتفضلوا 300 جنيه اهوت وسلام عليكم، واعملوا اديله خطاب انه يعارض او في حكم القاضي نفسه يعني يشير لانه لو سدد الغرامه تنتهي القضيه. بس هنوفر كم قضاء كبير جدا، هنوفر مساجين ماليين السجون على كلام فاضي. طب المقترحات دي حضرتك تتقدم لمين؟ تروح فين؟ تشريعيه، المقترحات اما تنفيذيه او تشريعيه.
السلطه التنفيذيه تنفذ ما تشرعه او تسنه القوانين السلطه التشريعيه. فيجب في حاجات منها تحتاج الى تدخل تشريعي، وده مجلس الشعب ما شاء الله موجودين وعندهم القدره على تسني القوانين لذلك، وجزء منه خاص بقى بهيكله اعاده هيكله التنفيذ. التنفيذ في القضايا مهم جدا، والاهم منه ان انا وجهه نظري دائما ان انا ما اسجنش، ما اخدش واحد بريء اسجنه، ابرئ 10 ممكن يسجنوا، لكن لكن ما اخدش واحد بريء واسجنه. يعني على مين يرضي مين واحد زي مثلا الاخ الحاج اللي كان بيتكلم ده يقعد 48 ساعه في مسجون ومعطل اعماله واولاده ومش عارفين هو ارتكب ايه، والجريمه الموجهه دي تزوير، يعني حجم جريمه مش هيطلع 10 سنين. المعاناه اللي عانها اهله دي بقى قد ايه؟ مين يتحملها؟ لا وال 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 والحرج والضرر الادبي اللي وقع يعني وقع عليه. تخيل لو هو ماشي مثلا مع اعضاء مجلس الاداره مثلا بتوعه. لا ده تخيل حضرتك اكتر من كده، ده انا عندي ممكن تاني بقى كان في المطار ومسافر ومنعوه من السفر. عليك حكم ارجع نفذه. انفذ ايه يا جماعه؟ ده انا معليش، طب ارجع اعمل معارضه، ورجع وعمل معارضه وسافر بعد كام يوم. فلا تعطيل للحركه، تعطيل الاقتصاد، اجراءات يجب ان يعاد هيكلتها. واعتقد ان ما شاء الله النهارده في وزاره الداخليه في ناس اكفاء يقدروا يقوموا بالكلام ده. تمام. هي المشكله مشكله امكانيات. طيب يعني لو حابين نوجه هنا مناشده نوجهها لمين؟ يعني احنا النهارده نشوف مثلا حد من الساده النواب او نكلم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان يتم النظر في الموضوع ده، او نناشد مين دلوقتي واحنا احنا عندنا يعني انا هقدر اقول لحضرتك مثلا دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم اللي بيقوم بيه النهارده في التعليم هو ثوره في التعليم، ثوره قد لا يستوعبها كثير من الناس، لكن في على مدار سنوات قادمه هتجد مصر في منزله ثانيه في التعليم. دكتور طارق شوقي معروف تاريخه وشهاداته يعني هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. تعالى ننقل الموضوع بقى زي وزاره الداخليه. تمام. ميكنه وهيكله الوزاره كميكنه وسيستم الكتروني هيفرق كتير مع الناس. طب احنا هنا متفقين الموضوع ده محتاج سلطه تشريعيه الاول. سلطه لا، في جزء منه هيحتاج سلطه تشريعيه وجزء محتاجه السيد وزير الداخليه يدي تعليمات لهيكله وسيستمه الكلام ده. الطريقه تبقى الكترونيه اسهل. زي النهارده هم النهارده في طفره من موضوع الاحوال المدنيه، النهارده الاحوال المدنيه انك تدخل وتدخل وتطلع بطاقه من الماكينه زي ما تكون بتصرف. انا افتكرت الطوابير اللي كانت رهيبه جدا وبيستخدموا شهادات بيستخرجوا شهادات الميلاد وخصوصا في التقديم في المدارس او في مسابقات او وكل الهيئات النهارده بتطلب خدعه ايدي، فبتروح تلاقي الطوابير واقفه. طوابير واقفه، وبعدين بقى بتبقى انت واقف في الطابور لحد بتوصل الشباك يقول لك لا ده بص بص في نموذج هتجيبه من شباك واحد عشان كده. بعد ما انت يا دوبك فرحتك قد ايه وانت وصلت الموظف وصلت الشباك. أيوة. ترجع تاني تجيب نموذج تاني تعده من اول وجديد وتقفل الطابور بتاع النموذج عشان تجيب نموذج تملاه وتقدمه تاني. لا اللي بتعمل النهارده في الاحوال المدنيه طفره زيها زي التعليم بالظبط. زي ما عشان كده بقول لحضرتك بجد في جزء تنفيذ الاحكام بقى عايزين نفس الطفره دي. الوزاره دلوقتي بجد فيها طفره غير طبيعيه. يعني شوف انت معدات الشرطه الموجوده في الشوارع، تجهيز الساده الضباط والافراد، طريقه التعامل حتى لا وضع اختلف تماما 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 تماما. الواحد بيبقى ماشي في الشارع كده بجد شرطه اوروبيه، يعني حاجه عظيمه جدا حاجة. جدا يعني النهارده لكن هو حته السيستم دي بس كده محتاجه نظره وتكلفه وميزانيه. تمام. اعتقد هتحتاج ميزانيه من السيد رئيس الوزراء، محتاجه في ميزانيه الدوله ككل. طب ما تيجي نتكلم رقم كبير. ما تيجي تبص لها من زاويه تانية. انت النهارده كمستشار قانوني في عندك محاماه، طب كده في قضايا كتيره كده هتروح منك كده رئيس؟ لا مش هتروح مني ولا حاجه ابدا ابدا. لا اصل انا في النهايه انا راجل عنده 300 واخد قضيه ب 300 جنيه واخد حكم على 300 جنيه هتاخد قضيه منه بكام؟ فلا هي القصه وما فيها ان احنا بنخفف من على عيب القضاء. تمام. وبنخفف من على عيب تنفيذ الاحكام، وبنخفف من السجون، وبنخفف من حجز اسم الشرطه. النهارده السجون مكتظه ولازم نساعد الدوله. يا جماعه النهارده انا هستفاد ايه ان احبس واحد على 300 جنيه؟ هو ده اللي انا هاخده من حضرتك. وبجد بوجه وناشد الاداره المحترمه جدا لوزاره الداخليه، الجبهه القويه اللي بجد شابوه ليكوا، وانتوا واقفين مع الجيش الابيض بجد بتدافعوا في الصف الاول
ضد فيروس كورونا، بتحافظوا علينا بجد بجد بجد. كل احترام وتقدير من ناس من بلدنا لكل رجال الشرطة من أصغر غفير لحد معالي الوزير. بجد للاسف دلوقتي بدهن مع المستشار حبيبي حبيبي احمد بيه، بشكرك جدا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، شرفت جدا واحنا فاتحينه، وباذن الله مع بعض ان شاء الله كده، وهنقول اطرف المواقف برضه اللي حصلت كده ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا، شكرا جزيلا يا حبيبي. هو ده ناس من بلدنا، وهو ده لما بقول ان احنا كلنا بنشتغل لمصلحه بلدنا وناس من بلد وكل ناس بلدنا، فيبقى مش كلام بس، ده يبقى فعل. للاسف الوقت بيداهمنا بسرعة. انتهت حلقتنا النهاردة، لكن ما انتهتش مفاجآتنا. يظل برنامج ناس من بلدنا هو منبر كل مصري أصيل محترم ابن بلد بيعمل لمصلحة البلد ومصلحة الناس الطيبين. بشكركم جدا، أشوفكم الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة، الساعة 9 مساء. بشكركم وتصبحوا على خير.